خير؟ طلبتي تقابليني وانا جيت اهو. انت بتكلمني كده ليه؟ عايزاني اكلمك ازاي يعني؟ طلعت ابويا من بيته بفضيحه يوم فرح بنته، واخرتها مرات اخوك عايزه تقتله، المفروض اكلمك ازاي يعني؟ هو احنا عملنا كام من باب للطاق؟ والله يا عايده انا زهقت من اللعبه دي بقى. على فكره بكلمك، بص لي عشان خاطري، سيبيني براحتي. ماشي يا سين، هسيبك براحتك. ممكن تقعد؟ طبعا انت بعتي تقابليني عشان خاطر اشوف حل في موضوع عفاف، وعامله حسابك تضغط عليا بولاد علي، مش كده؟ اللي ما بقاش ليهم لا اب ولا ام. انا بصراحه ما عنديش حل للموضوع ده، مفيش في ايدي حاجه اعملها.